سجلت مختلف الشبابيك البنكية المخصصة للصرفة الإسلامية على مستوى القرض الشعبي الجزائري تحصيل مبلغ ادخار إجمالي يقدر ب 17 مليار دينار جزائري على المستوى الوطني، وذلك منذ الانطلاق الرسمي لهذه الصيغة في شهر أكتوبر 2020. بالنسبة للقرض الشعبي الجزائري منذ بداية هذه الصناعة الجديدة هي الصرفة الإسلامية، تحصلنا وتمكنا من تعبئة حوالي 17 مليار دينار من الموارد المالية، وتم فتح حوالي 26 ألف حساب. هناك أيضا حوالي 600 ملف لتمويل بمبلغ يقارب 400 مليون دينار. لحد الآن عندنا منتجات اللي تسمح للمواطن الجزائري أنه يدخر أمواله في حسابات لموافقة للشريعة الإسلامية، تسمح له أيضا بتمويل استثماراته فيما يخص تجهيز المنزل ولا شراء السيارة. بالنسبة لشراء السيارات راح يكون إن شاء الله ابتداء من بداية الإنتاج الوطني إن شاء الله. فاعتماد هذا البنك العمومي للصرفة الإسلامية قد سمح أيضا بتسجيل عدد يزيد عن 26 ألف زبون قاموا بفتح حسابات طبقا لمبادئ الشريعة الإسلامية. ما يقارب 190 شباكا عبر البنوك العمومية بالوطن دخل نظام الصرفة الإسلامية، فمئات الحسابات الخاضعة لهذا النظام بمختلف المنتجات المتوفرة تتبع قوانين صارمة. أطلق بنك الجزائر سنة 2020 منتجات الصرفة الإسلامية وشجع رقمنة وعصرنة الخدمات المصرفية، ولهذا الغرض باشر عملية إزالة الطابع المادي على الكشوف المالية البيانات أو التقارير سواء داخلية بين هياكل بنك الجزائر أو خارجيا مع البنوك. الغرض من وضع هذه الآليات التمويلية هو السماح للاقتصاد الوطني بالخروج من الاعتماد على المحروقات إلى الاقتصاد المتعدد الموارد، وهذا لن يتحقق إلا بانخراط المتعاملين الاقتصاديين في سياسة الإنتاج والاستثمار.